أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تنظيم مسابقة بالتعاون مع المحافظات وجهاز التنسيق الحضاري لإعادة تأهيل وتطوير 27 ميدانا رئيسيا بعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة الوجه الحضاري للبلاد بتطوير الميادين العامة في المحافظات ورفع كفاءة الطرق والأرصفة. وأشارت الوزارة إلى أن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية للعام المالي الحالي 2021-2022 تتضمن تخصيص 19 مليار و800 مليون جنيه، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، ومنها تطوير الحدائق وتحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق.